مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم مرة اخرى في هذا البث المباشر من منطقة اناسي. يعني كتشوفوا معنا استنفار امني في هذه المنطقة هذه من طرف عناصر القوات المساعدة والسلطات المحلية والسلطات الامنية. يعني كتشوفوا معنا استنفار امني في هذه المنطقة اللي شهدات تخريب ديال العشرات من السيارات. استنفار امني واعتقالات في هذه المنطقة هذه. شوف اللي الله يحمد حمزة. يعني كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي اعتقال احد العناصر اللي كانت مشابهة فيها، اللي كانت مشاركة في التخريب ديال السيارات. الدراري بقاو غير اللور ناخذو كامل. كتشوفوا معنا اعتقال احد المشابه فيهم. كان نبقاو اللور نصورو كامل نخدمو كامل. كتشوفوا معنا اعتقالات في هذه المنطقه هذه اللي شهدت تخريب ديال العشرات ديال السيارات هنا في اناسي بالقرب من السوق النموذجي. من كتشوف معنا استنفار امني كبير واعتقالات ديال المتورطين في هذا التخريب. شوف معنا تدخل ديال رجال الامن اللي كان في اسرع وقت. يعني علاش نوصلوا لهاد المواصلة هادي، علاش نوصلوا ليها؟ يعني أتقوم بتخريب ديال السيارات، علاش نوصلوا لهادشي كامل؟ أتخلي فيه والديك؟ هادشي حشومة اللي ولينا كنشوفو مؤخرا، هادشي حشومة اللي ولينا كنشوفو، عيب وعار هادشي طرا هنايا في مدينة الدار البيضاء. تحية كبيرة لرجال الأمن اللي ساهرين على سلم وأمان هاد البلاد هادي، تحية ليهم.
يعني كتشوفوا معنا استنفار امني كبير في هذه المنطقه، هذه اشهادات تخريب ديال عشرات السيارات، تقريبا 30 طوموبيل اللي تخربات في منطقه انز. حاليا تم الاعتقال احد المتورطين في هذه القضيه هذه، كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، حضور كبير لرجال الأمن في منطقة أناسي. شهدات هذا التخريب ديال عشرات ديال السيارات من طرف عصابة إجرامية، هذا الشيء ما بغيناش نبقاو نشوفوه، ما بغيناش نبقاو نشوفوه، حيتاش كتخدموا والديكم، كتخدموا معكم بزاف ديال الناس، هادشي راه حشومه وعيب وعار. يعني واحد غادي يفيق الصباح غادي يلقى طوموبيلته مهرسه، اش غادي يدير؟ واش غيمشي للخدمه؟ واش غادي يصايب طوموبيلته؟ واش غادي يبقى حاضي طوموبيلته؟ واش غيرد البال دارهم اللي تأذى ليه شي واحد؟ حيتاش على حسب ما سمعنا والتصريحات اللي خدينا عند الساكنه هنايا، كيقول لك اي واحد كيبان ليهم في الطريق كيضربوه. هازين العصي، هازين الجعابي ديال الحديد، هازين القراعي ديال الزاج، اللي جا قدامهم كيضربو. ثم كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تيفي على المباشر اشنو واقع هنا في منطقه اناسي بالقرب من سوق نموذجي. البارح والبارح شفنا منطقه امن، شفنا منطقه مولاي رشيد تشهدات تخريب ديال السيارات، حاليا كنشوفوا منطقه اناسي. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يهدي ما خلق. نتمنوا هاد الناس هادو فاش يتشدوا يعطيهم اشد العقوبات، ما يعاودوش يكرروا هاد الشيء اللي كيديروا. اذا شكرا لكم مشاهدي قناه شوف تيفي على حسن المتابعه، وإلى اللقاء.